بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم أيها الطلاب الأكارم، طلاب الصف الرابع الابتدائي، في هذا الدرس الجديد التابع لشركة تطوير في خدمة دروس، لنتدارس سويا حول مفهوم الظاهرة الإملائية، كلمات حذفت الألف من وسطها. هنا تمهيد أيها الطالب الكريم، الظاهرة الإملائية كلمات حذفت الألف من وسطها. هناك كلمات في اللغة العربية الألف التي تلفظ ولا تكتب، بها ألف تلفظ ولا تكتب، بمعنى أنه يوجد كلمات بها ألف ننطقها نلفظها ولكن لا تكتب. هنا أيها الطالب الكريم، أولا ألاحظ ما كتب بلون مغاير ثم أنفذ المطلوب. لدي جملتين بها كلمات كتبت بلون مغاير، سأنطقها وألاحظها. الجملة الأولى: وما هذا إلا من فضل الله فلنحمده ونشكره. لدي هنا كلمتين، الكلمة الأولى هذا والكلمة الثانية الله لفظ الجلالة. الجملة التي تليها: جو الصيف حار ولكن الربيع معتدل. عندنا أو لدينا كلمة لكن، انظر كلمة لكن هنا كتبت بلون مغاير. الآن أقرأ الكلمات الملونة بصوت مسموع ثم أكتبها في المكان المخصص. انظر عندنا هذا، هذا أكتبها هنا في مكان التفاح. طيب الكلمة الثانية لفظ الجلالة الله، الله أكتبها أيضا. ثم عندنا الكلمة الثالثة في الجملة الثانية لكن، لكن أكتبها في التفاحة الأخيرة. طيب ماذا ألاحظ؟ انظر هذا، الله، لكن، ماذا نلاحظ؟ هل لاحظت شيئا؟ انظر لكلمة هذا، الله، لكن، ها هل لاحظت شيئا؟ أحسنت، ألاحظ أنني في اسم الإشارة هذا نطقت ألفا بعد الهاء ولكني لم أكتبها. انظر هذا، هذا نطقا نطقنا ألف بعد الهاء ولكننا لم نكتبها. طيب أيضا ماذا لاحظنا؟ أحسنت أنني في لفظ الجلالة الله، الله نطقت ألفا بعد اللام الثانية، بعد اللام الثانية ولكني لم أكتبها. أيضا ماذا لاحظ؟ نعم أحسنت، تلاحظ أنني في كلمة لكن، لكن نطقت ألفا بعد اللام، ألفا بعد اللام ولكني لم أكتبها، ولكني لم أكتبها. أحسنت، إذا هناك كلمات ننطق الألف ولا نكتبها، ومن هذه الكلمات سنتعرف أيضا على كلمات أخرى كما تعرفنا على الثلاث كلمات السابقة. انظر كلمة لفظ الجلالة الله بها ألف تنطق ولا تكتم بعد اللام الثانية، أيضا هذا بها ألف بعد الهاء تنطق ولا تكتب، أيضا الرحمن بها ألف بعد الميم تنطق ولا تكتب، أولئك أيضا بها ألف تنطق ولا تكتب بعد اللام، أيضا إله بها ألف تنطق ولا تكتب بعد اللام، كلمة هذان بها ألف تنطق ولا تكتب بعد الهاء، أيضا لكن بها ألف تنطق ولا تكتب بعد اللام، أيضا هؤلاء بها ألف تنطق ولا تكتب بعد الهاء. إذن هذه هي مجموعة الكلمات التي ننطق الألف فيها ولكن لا نكتبها. الآن أنطق الكلمات التالية ثم أضع خطا تحت الكلمة التي فيها ألف تنطق ولا تكتب. إذن سنعرض لك مجموعة من الكلمات، أريدك أن تحدد الكلمات التي بها ألف تنطق ولا تكتب. انظر الكلمة الأولى لكن، ها لكن هل بها ألف تنطق ولا تكتب؟ أحسنت، نعم لكن بها ألف تنطق ولا تكتب. طيب نأتي إلى الكلمة التي أسفل منها هتف، هتف هل بها ألف؟ أحسنت. طيب نأتي إلى
أولئك، أولئك ما رأيك؟ أحسنت، بها ألف تنطق ولا تكتب بعد اللام. طيب انظر لكلمة هذه، ها هذه ما رأيك؟ ما رأيك بكلمة هذه؟ ها ها أحسنت، بها ألف تنطق ولا تكتب بعد الهاء. طيب نأتي إلى كلمة لكم، ها لكم هل بها شيء؟ أها أحسنت، لم يكن بها شيء، ليس فيها ألف تنطق ولا تكتب. طيب نأتي إلى كلمة ذهب، ذهب ما رأيك؟ ها هل بها ألف؟ أحسنت، ليس بها ألف تنطق ولا تكتب، ليس بها ألف تنطق ولا تكتب. نأتي إلى كلمة ذلك، انظر ذلك هل بها ألف تنطق ولا تكتب؟ أحسنت، ممتاز، بها ألف تنطق ولا تكتب. طيب نأتي إلى هاتف، هل بها ألف تنطق ولا تكتب؟ هاتف، أحسنت، ليس بها ألف تنطق ولا تكتب. أحسنت. هنا سؤال، أضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة. هناك كلمات بها ألف تنطق وتحذف عند الكتابة مثل لكن، هناك كلمات بها ألف تنطق وتحذف عند الكتابة مثل كتب، هناك كلمات بها ألف تنطق وتحذف عند الكتابة مثل طريق، أي من هذه العبارات صحيح؟ ما رأيك؟ أحسنت، إنها كلمة لكن، إذ بها ألف بعد اللام تنطق ولا تكتب. إذن هنا في كلمات حذفت الألف من وسطها تعرفنا على مجموعة من الكلمات: الرحمن، الله، هذا، أولئك، إله، هؤلاء، لكن. هذه كلمات، مجموع كلمات بها ألف تحذف من وسطها فتنطق ولا تكتب.